بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع الأخير وهو 47 في الكلام على المفردات من الأدوات وحروف المعاني، ونتكلم في حرف لو، وهي الحرف 60. وما زلنا في أحد أوجه لو، وهي الامتناعية، لأنها تأتي امتناعية وشرطية ومصدرية وللتمني وللتعليل. يتعلق بلو الامتناعية مسائل، ويتعلق بلو الامتناعية مسائل. الأولى أنها كالشرطية في اختصاصها بالفعل، لأن تملي إحنا إيه، جملة الشرط بتبقى إيه، غالبا جملة فعلية، فبتخش إيه، بتخش في الفعل على جملة فعلية، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعلي يفسره ظاهر بعده، كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. لما حذف الفعل في الأول انفصل، فانفصل الضمير وانفردت لو بمباشرة أن، كقوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، وهو كثير. واختلف في موضع أن بعد لو، قال سيبويه: في موضع رفع بالابتداء، واختلف عنه في الخبر، فقيل محذوف وقيل لا يحتاج إليه. وقال الكوفيون: فاعل بفعل مقدر تقديره، ولو ثبت أنهم، وهو أقيس لبقاء الاختصاص. احنا عارفين ان احنا ايه حروف الشرط زي اذا وان وغيرها، دي بتدخل على ايه، جملة شرط، ويبقى ليها ايه، جواب شرط، مش كده؟ برضو جملة الشرط بتبقى في محل جر، في محل جر مضاف اليه، لكن لو هنا بمعناها الشرطي لما بتخش الجملة اللي بعدها بتبقى ايه، اللي اذا تصدرت بان بتبقى في محل رفع، خلافا لايه، لحروف الشرط الثانيه. عشان كده قال ايه: واختلف في موضع ان بعد لو، فقال سيبويه: في موضع رفع بالابتداء، لان معروف ان جمله الشرط في محل ايه، في محل جر مش في رفع، لكن لو بقى بتبقى جملتها في محل رفع مش في محل جر. واختلف عنه في الخبر، فقيل محذوف وقيل لا يحتاج إليه. وقال الكوفيون: فاعل بفعل مقدر تقديره، أصلية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، كويس، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني ولو ثبت أنهم صبروا حتى تخرج، يعني بيقدروا فعل، لان بتدخل على جمله فعليه، وتبقى لو ثبت انهم، جمله ان دي بقت ايه، فاعل لفعل محذوف، فهمت؟ وقال الكوفيون: فاعل بفعل مقدر، يعني محذوف تقدير، ولو ثبت انهم، وهو اقيس لبقاء الاختصاص. الثانيه، النقطه الثانيه، ما احنا قلنا ايه في ايه مسائل. المساله الثانيه، قال الزمخشري: يجب كون خبر أن الواقع بعد لو فعلا
ليكون عوضا عن الفعل المعزوف. الزمخشري عايز يطلع قاعدة، قال ايه؟ قال ان يجب ان خبر ان الواقع بعد لو يكون ايه؟ فعل، ليكون عوضا عن الفعل المحذوف، لان احنا قلنا ان لو بتدخل على فعل، فلو دخلت على ان يبقى في فعل محذوف، وطالما فعلها محذوف يبقى يظهر الفعل في الخبر. كويس، ده كلام مين؟ الزمخشري. اعترضوا عليه وجابوا له امثله تدل على ان القاعده بتاعته دي تخاريف، اوهام عقليه. فهمت؟ وقال ابو حيان هو وهم وخطا فاحش، وجاب له بقى ادله من القران، ايه قال الله تبارك وتعالى: ولو انما في الارض من شجره اقلام. وكذا رده ابن الحاج: ولو انما في الارض من شجره اقلام. هو اقلام دي فعل؟ دي فعل كده يا زمخشري؟ فهمت؟ مش انت بتقول لازم تبقى فعل؟ او قال له اقلام اهو. اقلام ده عمره ما يبقى فعل، يعني اداله بالقلم. فهمت بقى ازاي؟ مش قلم واحد، ده اقلام. يعني كده هو كده هو كده هو كده هو. ولو انما في الارض من شجره اقلام. وكذا رده ابن الحاجب وغيره بالايه، وابن الحاجب برضه دخل في الموضوع وافق ابن حيان ورد كلام الزمخشري. وقالوا انما ذاك في الخبر المشتق لا الجامد كالذي في الايه. ابن الحاجب رد على ابو حيان، قال له هو يقصد الزمخشري ان تبقى ايه؟ تبقى خبر مشتق من فعل، لكن انت جايب لي المثال في الايه اقلام، واقلام ده جامد ملوش اشتقاقات. فهمت؟ وايد بعضهم كلام الزمخشري بانه انما جاء من حيث ان قولي والبحر يمده، لما التبس بالعطف بقول ما في الارض من شجره اقلام صار خبر الجمله المعطوفه وهو يمده، والبحر يمده. قال لك ده يمده هو الخبر، الجمله الخبريه وجت فعل هنا يمده. فهمت؟ مش اقلام. ليه؟ لان هو التبس الامر ان هو عطف على البحر، ايه؟ على عطف على الـ على الـ على الشجر الاقلام، عطف عليها البحر كمان. فلما التبس بالعطف انت افتكرت ان الجواب هو اقلام، ده لسه الجواب ما جاش. فهمت؟ وايد بعضهم كلام الزمخشري بانه انما جاء من حيث ان قول والبحر يمده، لما التبس بالعطف بقول ما في الارض من شجره اقلام والبحر، شوف العطف او والبحر، صار خبر الجمله المعطوفه ويمده، كانه خبر الجمله المعطوفه عليها لالتباسها بها. قال الشيخ في المغني، مغني اللبيب، والشيخ اللي هو مين؟ ابن هشام المصري، ولد سنه ايه؟ 708 هجري، ومات سنه 761 هجري. وقال الشيخ في المغني: وقد وجدت ايه في التنزيل وقع فيها الخبر مشتقا ولم يتنبه لها الزمخشري. جابها له بقى ايه؟ حتى ايه؟ لانه بيقول انا اصل انه كان مشتق، كما لم يتنبه لايه لقمان ولا ابن الحاجب، والا لمنع ذلك. قلت: وهذا عجيب، فان لو في الايه للتمني والكلام في الامتناعيه. يعني الزركشي قال لهم انتوا قاعدين كايبين المثال ولو ان في الارض على ان دي لو الامتناعيه، وهي هنا اللو للتمني والكلام في الامتناعيه. بل اعجب من ذلك كل ان مقاله الزمخشري سبق الي السرافي، وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول قديما في شرح الايضاح لابن الخباز، لكن في غير مظنته، لان لو هتدور في كتاب الايضاح هتدور في الحته دي، هتدور في لو، قال لك لا ده هو ذكرها في حته مش مظنون انك تلاقيها فيها، في ان واخواتها. فهمت؟ فقال في باب ان واخواتها: قال السرافي: تقول لو ان زيدا اقام لاكرمته، ولا تقول لو ان زيدا حاضر لاكرمته.
ليه؟ لأن لو أن زيدا أقام، أقام ده فعل، فدي مقبولة. إنما بتقول لو أن زيدا حاضر، حاضر دي مش فعل، مش كده برضو؟ ده فاعل، ده اسم فاعل، لا أكرمته. فبيقول لك لا يجوز أنك أنت تقول لو أن زيدا حاضر لا أكرمته، لكن تقول لو أن زيدا أقام لا أكرمته، لأنك لم تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل. هذا كلامهم. وقد قال الله تعالى: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، فأوقع خبرها صفة ليبادون، ولو ولهم أن يفرقوا بين هذا للتمني، بأن هذه للتمني، فأجريت مجرى ليت كما قال ليتهم بادون. لو أنهم بادون في الأعراب، كأن لو أنهم دي، لو دي للتمني، يعني كأنه يتمنوا ويقولوا يا ليتنا كنا إيه في البادية، عشان ما نبقاش إيه نحارب معاهم، يعني يا ريتنا ما كنا في المدينة ساعة ما جت الأحزاب ده وقاعدين في البادية بعيد. بادون يعني إيه؟ يعني في البادية. وإن يأتي الأحزاب، عشان يحصروا المدينة، يود المنافقين لو أنهم بادون في الأعراب، قاعدين في البادية مع الأعراب بعيد عن المدينة، عشان ما يتعرضوش لإيه؟ لخوف ولا لقتال، ولا لأنهم جبناء بسبب إيه؟ عدم إيمانهم، لأن الإيمان هو اللي يديك الشجاعة لموافقة الإيه؟ المسائل دي. تنبيه. ذكر الزمخشري بعد كلامه السابق في سورة الحجرات سؤالا، اللي هي بيتكلم على ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم، ها؟ وهو: ما الفرق بين قولك؟ شوف أول حاجة، خد بالك هيديك ثلاث أمثلة ويبتدي يناقش لك الثلاث أمثلة. لو جاءني زيد لكسوته، نظير قوله تعالى: لو أراد الله. شوف لو جاءني جاي فعلها فعل على طول، زي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، المثال الثاني. وبين قوله لو زيد جاءني لكسوته، ابتدى بالاسم، ده المثال الثاني. ومنه قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. وبين قوله الثالث بقى: لو أن زيدا جاءني لكسوته، زود أن التوكيد. يبقى أنا عندي مثال لو جاءني زيد لكسوته، لو زيد جاءني لكسوته، لو أن زيدا جاءني لكسوته، ثلاث أمثلة، وكل مثال ليه مثيله من القرآن وهيبتدي يناقشه. لو أن زيدا جاءني لكسوته، منه قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وأجاب بأن القصد في الأولى اللي هو قوله لو جاءني زيد لكسوته، دي الأولى، أن الفعلين تعليق أحدهما بصاحبه لا غير، من غير تعرض لمعنى زائد على التعليق الساذج على الوجه الذي بينته، وهو المعنى في الآية الأولى اللي هو لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لأن الغرض نفي أن يتخذ الرحمن ولدا، وبيان تعليق عن ذلك، وليس لأداء هذا الغرض إلا تجديد الفعلين للتعلق دون أمر زائد عليه. وأما في الثاني اللي هو لو زيد جاءني لكسوت لي آية لو، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فقد انضم إلى التعليق بأحد معنيين: إما نفي الشك أو الشبهة، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أن المذكور الذي هو زيد مكسو لا محالة لو وجد منه المجيء ولم يمتنع، وإما بيان أنه هو المختص بذلك دون غيره. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، محتمل المعنيين جميعا، أعني أنهم لا محالة يملكون وأنهم مخصوصون بالإمساك لو ملكوا، إشارة إلى أن الإله الذي هو مالكها وهو الله الذي وسعت رحمته كل شيء لا يمسك. فإن قلت لولا تدخل إلا على فعل، وأنتم ليس بمرفوع بالابتداء ولكن بتملك مضمرا، وحينئذ فلا فرق بين لو تملكون وبين لو أنتم تملكون، لمكان القصد إلى الفعل في الموضعين دون الاسم،
وإنما يسوغ هذا الفرق لو ارتفع بالابتداء. قلت بيرد على الاعتراض ده: التقدير وإن كان على ذلك إلا أنه لما كان تمثيلا لا يتكلم به ينزل الاسم في الظاهر منزلة الشيء تقدم لأنه أهم، بدليل لو ذات سوار لطمتني في ظهور قصدهم إلى الاسم لكونها، لكنهم أهم فيما ساقه المثل لأجله. يعني هو بيبتدي بالمهم، هذا يقصد. يعني لو كان المقصد هو الفعل نفسه يبتدي بالفعل، لو المقصد نفسه هو المسمى اللي هيقع بالفعل اللي هيقوم بالفعل يقوم يبتدي بيه على حسب قصد الاهتمام. يعني مركز على الفعل ولا على الايه، على اللي هيقوم بالفعل؟ لو مركز على الفعل يبتدي بالايه، بالاسم. ولو مركز على الفعل بغض النظر عن الاسم يبتدي بالفعل. وكذا قول: وان احد من المشركين استجارك، وان كان احد مرفوعا بفعل مضمر في التقدير. يعني وان استجارك احد من المشركين، ادي معنى فعل مضمر. وان احد من المشركين استجارك، فبيقول لك احد ده مرفوع بفعل مضمر تقديره. يعني عايز يقول لك ان احد تعرف احد ايه؟ فاعل، ما تقولش عليها مبتدا. ليه؟ لان ان شرطيه وبتدخل على الجمله الفعليه، والاسم اللي بعدها ما ينفعش يبقى مبتدا، لابد يبقى فعليه. يبقى احد ده ايه؟ ده فاعل لفعل محذوف تقديره. وان استجارك احد من المشركين، عرفناه من من المذكور مؤخر. زي ما قلنا ايه، واذا السماء انشقت، يعني ايه اذا انشقت السماء؟ فاكرين انتم ما قلنا الكلام ده؟ واما في الثالث اللي هو بقى لو قال ايه، ولو ان زيدا جاءني لكسوت، اللي هي ايه منها ايه ولو انهم صبروا. واما الثالث اللي هو حط فيها ان الاول بقى، ففيه ما في الثاني من زياده التاكيد الذي تعطيه ان، لانه التاكيد على ايه، على الاسم نفسه، لانه هو صاحب التخصيص بالمساله. ان فيه ما في الثاني من زياده التاكيد الذي تعطيه ان، وفي اشعار بان زيدا كان حقه ان يجيء، وانه بتركه المجيء قد اغفل حظه. فتامل هذه الفروق وقص علي نظائر التراكيب في القران العزيز، فانها لا تخرج عن واحد من الثلاثه اللي هي الامثله اللي قلناها، اللي هي ايه، مثال لو جاءني زيد لكسوته، لو زيد جاءني لكسوته، لو ان زيدا جاءني لكسوته. ادي الثلاث، وكل مثال من ده بياتي ايه، ايه تشبهه. واضح؟ اما الثالثه بقى خليها لك بكره، عشان انت كده تعبت مني النهارده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. رب العالمين.